بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة عايز أتكلم عن حاجة كثر الحديث عن التي أهواها، كثر اللغط فيها بصراحة، وزي ما قلت زي الكابتن كاظم الساهر ما بيقول كثر الحديث عن التي أهواها، فأنا بقول له والله يا عم كاظم أنت صدقت فعلا كثر الحديث عن التي أهواها، بس انت بتغني على ليلى وانا بغني على ليلى وكل يغني على ايه، على ليلى، تمام. فكثر الحديث بصراحة شديدة عن اقطع الورق امتى او اقلم الورق امتى، ورق الطماطم اقطعه امتى، وناس تقول لا تقطع، ناس تقول ما تقطعش، ناس تقول فيه هي الورق هي مصنع الغذاء وهي اللي هتمد النبات كل ده مشكور بصراحة، وفي جزئيات كويسة وفي جزئيات يعني هنحاول نوضحها، ولكن يظل السؤال عالق برضو، امتى نقطع ورق الطماطم او نقلم الورق الطماطم بتاعت. اولا التقليم زي ما قلت ليه فايدة، وفايدة كبيرة جدا، ان انا بحاول اخلي زي ما حضرتك شايف كده، شايف انا بخلي النبات من تحت خالص، فشايف التهوية هتكون أفضل. لو في ورقة مصابة أو أصبحت مسنة، يعني أصبحت عبء على النبات، لو ورقة مسنة أصبحت عبء على النبات وبالتالي ما عندهاش فايدة، بل بالعكس ممكن تكون عرضة للإصابة بالأمراض سواء الفطرية لقربها من التربة والرطوبة الأرضية، أو لكون إن هي قديمة ما عندهاش صفة مقاومة وابتدت تفقد صفة المقاومة بتاعتها، وبالتالي بتكون عرضة للإصابات الحشرية وبتكون مأوى ليهم، طالما المكان اللي تحت ده هو كلته ورق وتلاقيه فتلاقيه إيه مظلم كده والدنيا مش حلوة فيه، فبالتالي هتعمل لي مشاكل كبيرة جدا، تمام؟ طيب أمال أعمل إيه؟ أحلى حاجة طالما أدت الدور، هي لها رول معين، طالما أدت الرول أو الدور بتاعها ده هو، فبنبدأ نشيلها ما عدلهاش لازمة بقى، بحيث إن أنا أهوي تحت الزرع، إن أنا أكتفي شرها ولو فيها مسببات أمراض بمجرد ما بقطعها بشيلها وبرميها بره مباشرة بره البيت. أنا بخف الورق على النبات وبالتالي بوفر التغذية للقمم النامية عشان المحصول يفضل معايا أكبر فترة ممكنة، تمام؟ طيب برضو ما جاوبتناش يا عمي كاظم عن البتاعة دي، نقطع امتى؟ تقطع امتى؟ شايف دي طالما الطماطمية وصلت لي اللون اللامع ده هو أبيض لامع فاتح، أبيض فاتح لامع، تمام، أصبحت ركز معايا أصبحت مكتملة النمو. يعني إيه مكتملة النمو؟ يعني الثمرة ده هي لها تزيد لا في الحجم ولا في الوزن. يا عم أنت هتجنننا، أمال اللي هيحصل لها؟ أمال إحنا سايبينها ليه؟ مش هيحصل لها والله العظيم، غير هو تحويل الصبغات من الأخضر للأبيض الفاتح للون ده هو، شايف 25% تلوين لحد مرحلة الثمار ده هي، بس ده اللي هيحصل لك، اكتر من كده مفيش والله. يعني هو ده بس، والله هو ده بس اهي، مفيش هيحصل غير كده. يعني دي وصلت اكتمال نمو، يعني ايه؟ يعني الورقه اللي عليها ديت ملهاش لازم، بشيلها اهي، تمام، بشيلها ملهاش لازم خلاص، بفتح بحيث احسن اللون هنا واحسن التهويه للنبات. امال ايه يا عم المهندس؟ إيه والله هو اهي، هتتحول بس الصبغات من ده لده لحد الالوان اللي انت شايفها الحمراء الجميله دي، بس مش اكتر من كده. فنبقى سؤال تاني برضو، نقطع امتى؟ لما يتحول للون ده هوت واصبحت الثمره مكتمله النمو، يعني لا هتزيد في الوزن ولا هتزيد في الحجم، ملهاش غير حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان هي هتتحول الصبغات من اللون الاخضر للون الكاروتين الاصفر ده هو، لحد ما توصل لمرحله اللي هي بقى نضجت نضج كامل كده، وكمان لسه ما وصلتش دي لمرحله النضج الكامل، يعني مرحله النضج الكامل انها تتك عليها كده تلاقي زي الصلصه كده، يبقى خلاص ابتدت توصل لمرحله الشيخوخه. دلوقتي عرفنا هنقلم امتى يا جماعه؟
أرجو إن إحنا نكون استفدنا من القصة دي. خد بالك عشان بس الناس ما تستظرفش في تأليم أفرع جانبية زي ده هو اللي منسي ده ده، وفي تأليم ورق عشان بس تبقى إيه، تبقى عارف أهو الأدوار دي، الدور ده هو خلاص أهو ده ده ده، وانت ماشي كده. فبحاول اشيل الورق بتاعي عشان اهوي، وعشان ده يحمر فبالتالي اشيله ووفر الغذاء بتاعه ليه للثمار اللي هي لسه جياني فوق. عرفنا امتى نشيل الورق؟ لما نوصل لمرحلة اكتمال النمو. عرفنا مرحلة اكتمال النمو، عرفناها اهو، اخضر غامق تبدأ الثمرة تاخد الحجم بتاعها الطبيعي وتبدأ تبيض بياض لامع كده، ثم بعد كده تتحول للون الملون ده هو الأصفر ده، ثم بتاخد مرحلة النضج الكامل، الحاجات الحمراء الجميلة الظريفة اللي حضراتكم شايفينها. بنتمنى يا رب يا رب انكم تكونوا استفدتوا. ويا جماعة بالله عليكم معلش انا ورايا شغل، انا ورايا شغل، ففي ناس بصراحة كسل تدخل على حتى القناة يراجع الفيديو فيجي يقول لك انا بسأل عن كذا، والله ولسه قايلها، ببقى لسه قايلها في الفيديو. يعني في واحد يقول لي والنبي اكتب لي الواتس بتاعك او اي طريقة اتصال. طب يا عم طب انا كاتب لك الواتس. فالرد بتاعي بصراحة عليه قلت له انت لا بتدخل القناة ولا بتشاهد اي حاجة خالص، كل ما هنالك انك انت عايز معلومة على الجاهز بس كده وخلاص، انا مش فضيلك، انا بعمل خدمة عامة فمش فضيلك للنهار كده، انا مش فضيلك بأمانة الله. عفوا يعني بقول لي اديني الواتس، الواتس ده انا بكتبه على الفيديو يمكن 100 مرة، يمكن بكتب على الفيديو، بكتب الواتس على الفيديو 100 مرة تمام. فمعنى انك تقول لي اديني اتصال او وسيلة اتصال، انت فعلا لا شفت فيديو ولا شفت اي حاجة خالص، والله ما رضيت اكتبه له. قلت له اصلا انت ما دخلتش ولا شفت حاجة، ولو عايز معلومة المعلومة اللي حضرتك عايزها مش موجودة، طالما انت بحثت على القناة انا عناية ليك، لو في معلومة انا ما شرتش لها برضو انا عناية ليك اقولها لك، بس يبقى لسه مسجل الفيديو وعمل له مونتاج وقاعد قدام الجهاز بالساعة والاثنين عشان امنتجه على الجهاز وبعد كده ارفعه على اليوتيوب والموقع وحش جدا، وفي الاخر تقول لي اصلا انا ما اكتب لي الواتس بتاعك بامانة الله، انت عفوا يعني الله يسامحك. السلام عليكم.